ونروح نشوف هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا الآن. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي عبر عن حرصه على إحاطة الرئيس بآخر تطورات المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنعقد حاليا بجلاسكو، بالتصور البريطاني لكيفية خروج المؤتمر بنتائج ناجحة، وذلك في إطار التنسيق بين مصر وبريطانيا في موضوعات المناخ. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.